الموضوع تو سويت. انفو وانتوكس. ضيفنا كاتب عام الجامعة العامة للصحة سيد حسن المزني. مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا. مساء الخير ومرحبا بك وربي يفضلك ومرحبا بك يا استاذ. شكرا لفضلك، مرحبا بك. الاخبار خرج واكيد حكاو فيه مختلف وسائل الاعلام، هو على خلفيه تعفن جثه ايفواري، تم الاحتفاظ وفتح بحث تحقيقي وتم الاحتفاظ ب 10 اطارات تقريبا طبيه وشبه طبيه، هل على خلفيه تعفن الجثه ولا فما ملف اخر ساعه في الموضوع سيد حسن؟ والله اهم حاجه هو خاصه على خلفيه التعفن. اي وخلفية التعفن خلفت حاجة أخرى. التعفن أكيد معناها تتعفن الجثة، معناها رغم أنه معناها صارت القرارات التأديبية اللي خذتها الإدارة العامة في الأعوان اللي قصروا، وهذا معناها تم اعتباره تقصير إداري تعاقبوا عليه بمعناها مدة شهر كامل. العقوبة الإدارية كافية؟ العقوبة الإدارية كافية مع تصحيح سن في والله في مواضيع كن هكا؟ ما في المسائل القضائية وما تدخلش في القضاء وشو تقديراته بالضبط، ولكن احنا في تقديرنا هذا خطأ إداري صار ويلزم ننبه الأعوان باش ما يعملوش أخطاء إدارية من نوع هذا. ولكن إذا دخل القضاء ويرى أنه مسألة ترفع إلى القضاء هذيك مسألة ثانية. احنا ماناش ضد معناها كل الإجراءات اللي يقوم بها القضاة في إطار حماية بلادنا وفي إطار الدور معناها الكبير اللي قاعدين يعملوا فيه على مستوى العدل وفرض الاستقرار في البلاد، ولكن احنا فقط الاحتجاج تاعنا ولي شيء هو في عملية تتبع. احنا نحبوا عملية تتبع تتم بصفة في حال صراحة، علاش تم الاحتفاظ بها؟ يعني إطارات وأعوان وعملة وطبيبة معاهم ويهزوها يعيطونها بالتحقيق ويحتفظوا بها، كان بالامكان يبعثوا لها باستدعاء. اي نجم يقول لك اليوم الاطباء والاطارات الطبيه وشبه الطبيه ما همش على راسهم ريشه، معناتها اذا كان القضاء اذا كان القضاء اليوم يرى انه لابد من الاحتفاظ وانهم مدنيين وانهم مقصرين لازم الاحتفاظ بهم على خلفيه على ذمه القضيه. طيب يبقوا على ذمه القضيه وكم من الاف القضايا اللي تم متابعتها وهو في حال صراح وفي قضايا أخطر من هكا برش. وهذيك تقديرات القاضي والسلطة القضائية واجب احترامها، لكن أنا فقط ما قلناش لا، قلنا إحنا ما نطلبوه هو مراعاة الحالات الإنسانية هذه للزملاء ذوما اللي ما هوش مجرمة في الشارع ولا يقتلوا وإلا يشكلوا خطر معناها على المجتمع. هذا شو أقصد؟ أنا أقصد هذا موظفين معناها يخدموا أرواحهم ينجم يتم استدعائهم ويقع تتبع معهم، وإذا لازم أنه مش يتم محاكمتهم وإصدار أحكام في شأنهم كما بقية المواطنين الكل، إحنا ما نجم بشيء هذا. لكن أنا فقط على الظروف، إحنا احتجينا على ظروف إيقاف فقط. معنى تقول أنت هم التوى لم تتم إدانتهم قضائيا علاش تحتفظ بهم؟ إلى حد الآن بون إحنا المعطيات اللي عندنا تويك كونه على سر تمديد إلى يوم غد، الاحتفاظ باش يقعد الى يوم غد وقد غدوه معناها يبشرونا باطلاق سراحهم، معناها تمديد الغدوه يا اما هكاك والا باش معناها يتم تحويل القضيه معناها وجهه اخرى. هذاك علاش احنا قاعدين نتابعوا. فيما يتعلق بتعفن الجثه والاخطاء من نوع هذا، احنا قروا لكونه صارت اخطاء بلاش فوق القانون وبلاش فوق كذا، ولكن زاد الظروف تاع العمل هي اللي قاسيه برشا. نفس المستشفى هذايا هو اللي عانى اكثر مستشفى عانى كورونا وخدم وقدموا الناس هذوما جهدهم وحياتهم ودنيتهم وكل قدموها، معناها وقت يصير خطا معناها في بالي ينظروا الاشياء هذه كل. والبورد يهز اربع بورد، انا اربع موتى اربعه يعني البورد في حجم معناها مستشفى عبد الرحمن مالي اللي يدخلوه الاف معناها المرضى في النهار وفيه مئات الاسره تاع المرضى الراقدين والحالات المستعجلة بالمئات معناها أسبوعيا، ويكون مورج هكا راو هذا تعودوا حتى وقت كورونا يحطوا الموتى اللوتا ولا تعودوها حتى لتفضى بلاسة. أنا قلت لكم عبارة على في الجدار تاع جزار، راو ماهوش مورج بالمقاييس كما موجود في شان نيكول وإلا في المستشفى معناها الرابطة ولا في المستشفيات معناها الكبيرة، لأنه مراعاة الموتى بالنسبة لي أنا على الأقل احترام الميت ربما يتطلب أكثر حتى من احترام الحي. دونك يلزم كذلك توفير الوسائل الراعي وشو كذا. ثم اجتهاد عمله المدير العام وإلا الإطارات الإدارية بكون مجاب وشكون يدفن وكذا، تو قاعدين يتحاسبوا على هذا، قاعدين يتحاسبوا على الاجتهاد اللي عملوه اللي هو اجتهاد
قدرته السلطة القضائية مخالفة القانون دفعان الفلوس، لأنه بالنسبة لهم إهدار مال عام. كيفاش تدفع فلوس في تشينا معناها ما يقارب 1,800,000 دينار ثم مؤسسات مختصة في الشيء ذي، ومع ذلك لم يقع دفنه لأن المؤسسة ذي رحلت وعطته للسفارة بتاع كوت ديفوار. هذه هي يعني زملائنا يبحثوا لأنهم اجتهدوا، قد يكون اجتهادهم غلط بالتقدير القضائي، هذا شو نقصد، قد يكون هذا الاجتهاد خاطئ. هما دفعوا فلوس ودفعوا شيك بما قيمته ما يقارب 1,500,000 أزيد شوية للشركة ذي المختصة في الدفن، والشركة ما دفنتوش. هذا هو معنى الخطأ وين. لكن احنا بالنسبة لنا الشيك خرج في وقته سويفو لينورب والمقاييس اللي تعتمدها وزارة الصحة، وتصحح الشيك وتصحح معاه الأوراق وليبورتي كل شيء، ما حطوهوش في جيوبهم ولا اختلسوه ولا عطوه لقربهم. لكن هو اجتهاد في تقدير السلطة، اجتهاد خاطئ مخالف القانون. إذا بهذا الاجتهاد يتم مكافأته بأدنس تحت في الحبس. يا سيدي غلطنا عند حاسبه لكن في ظروف خير من هك. هذا ايش طالبين احنا كجامعة؟ طالبين محاكمة ومتابعة زملائنا في ظروف خير من هك. واضح. إذا كان تم التمديد ولا تحويل وجهة القضية إلى مسار آخر ولا بعد معناتها القرار اللي تم اتخاذه اليوم بالاحتفاظ إلى الغد بالعشر إطارات هذوما الطبية والإدارية، هل الجامعة العامة تدرس إمكانية التصعيد والقيام بوقفات احتجاجية أو تحركات من هذا النوع؟ نحترم القضاء، نحترم ما سيقرره القضاء باعتباره قضاء مستقل، وسنتفاعل مع المسألة من ناحية قضائية قانونية بتوفير المحامين بكل هذا. ولكن أنه معناها مليش مش نحتاج على حكم القضاء، ولكن سنحتاج فقط ربما قد نحتاج على سلطة الإشراف من ناحية يلزم توفر كل ظروف العمل، لأنه في أريانا عند نقص فادح في الأعوان، عندنا عجز كبير في الميزانية، عجز كبير رهيب بالمليارات راو، معناها مؤسسات ما هيش خالصة، بيخدموا في عوض 4 أو 5 من الناس، كل واحد يخدم في عوض 4 أو 5 على خاطر معناها ما صارتش انتدابات أمام النقص هذايا، وسكروا باش كتلة الأجور ما يتمش التصعيد فيها، معناها الزملاء تاعنا الخرج والتقاعد كل ما تمش تعويضهم، وقاعدين نهزوا في الفاتورة تاع النقص الفادح اللي قد يجر عليها بعض الأخطاء. إذا احنا بالنسبة لنا احنا نطالبوا سلطة الإشراف باش توفر كل وسائل العمل اللائقة بما في ذلك معناها بورد لائق ومحترم، مش معادش حتى مين يقعد خارج الفريجيدير، يلزم توفير بورد بما يكفي. أنا نعرف عديد المستشفيات أول حاجة معناها طوروها من بعد ما تبناها هم بشأن وفروا بورد وبارك الله فيهم على خاطر احترام الميت، مسألة سواء كان في الدين وإلا في أخلاقنا وفي عرفنا وفي دنيتنا، هذا واجب. معناها يا رسول الله في مستشفى بحاج عبد الرحمن المهدي بورد يهز 4 معناها موتى، معناها هذه معنى هذا اللي خلف الأخطاء واللي خلف المشاكل من عليه. من ناحية هذه احتجاجنا نطالبوا بتوفير كل وسائل العمل اللائقة باش زملائنا ما يتحطوش في موقف من عليه. واضح. شكرا لفضلك، يعطيك الصحة. شكرا لك على كل التفاصيل السيد حسن المازني كاتب عام الجامعة العامة للصحة. شكرا لك ويعطيك الصحة. شكرا على التوضيحات بخصوص هذا الموضوع اللي هو صار تعفن الجثة متاع إيفواري، وعلى خلفية المسألة هذية تم الاحتفاظ ب 10 من إطارات طبية وإدارية بينهم طبيبة. نوصل معكم لقانا نحكيه على ستيك حوالي 14,000 تونسي حسب ستيك سرقوا الضوء في عام واحد. نحكيه على الموضوع تتفيت كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والك